اللي كانوا موجودين في مركز الباك ليفت في مصر وفي المانيا كمان، والنادي الاهلي سابقا كابتن محمد عماره، كابتن الكبير. تحياتي ليك كابتن محمد. ازيك يا روقه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا روقه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك دايما بنسعد بيك يا كابتن، ونشوفك دايما في صحه جيده يعني. الحمد لله والله يا روقه. الحمد لله. الحمد لله كابتن. طيب كابتن عماره، خليني في البدايه هسألك على الموقف الخاص بموسيماني امبارح وتصريحه، وأيضا نفي كهربا لما ذكره الصحفي في المؤتمر الصحفي بالأمس مع موسيماني. أنا مش عارف يعني، هو موسيماني المفروض إن هو لما يبقى يحصل حاجة لازم يتوقع إن هو ممكن الراجل اللعيب اللي عنده يعني هيدردش مع حد صاحبه، يعني هو خايف من ايه موسيماني؟ يعني دي مش اسرار يعني. يعني لما مدرب يقعد مع لعيب ده بالسر يعني، مع الناس كلها عارفه ان كهربا ما بيلعبش. فالطبيعي ان المدرب هيقعد معاه، والطبيعي ان هو هيتكلم معاه طول الوقت، مش على فكره مش بعد المباراه بتاع الاسماعيلي بس او قبلها. فده وضع طبيعي جدا. بس موسيماني طالع هو اصلا كمان من المباراه بتاع البنك الاهلي متنشن، يعني هو طالع مش مشدود، انت فاهم؟ فجابها بقى في ان اللعيبه باسرار الفرقه واسرار اوضه اللبس. ما فيش طول عمر اوضه اللبس اسرارها بره، وطول عمر النادي الاهلي ما بيقفش قدام الحاجات دي يا فاروق، خلي بالك يعني. وانت لعبت في النادي الاهلي وعارف. انت قصدك كابتن اسرار الفريق يعني متواجده لدى الصحفيين؟ ما فيش يعني، هو سر يا فاروق ان انا مدرب يقعد مع لعيب. لا هو السر، هو السر، هو السر ان اللاعب يعني اللي ما اخذ على كهربا ان هو يعني اتكلم مع صحفي ان انا قعدت مع المدرب وقال لي ان انت هتلعب، وده اللي تم يعني السؤال عن الموسيماني. يعني دي فيها مشكله هو عشان صحفي، لكن لو صديق بتبقى ما فيش مشكله، ان الصديق مش هيروح يقعد قدام مدير فني يقول له انت قلت كذا وما قلتش كذا. بص يا فاروق، بص ما احنا مر علينا الحاجات دي، خد بالك 100,000 مره. أنا شخصياً مر عليا الموقف ده، وقعدت مع مدربين كتير جداً. كلنا يا كابتن كلنا، صح كلامك حضرتك مظبوط طبعاً. يعني مش كارثة إن الواحد يطلع صحفي يسألك يقول لك أنت ما بتلعبش ليه؟ أو أنت مش متواجد ليه؟ ورد فعلك الطبيعي إن لا والله المدرب قعد معايا وقال لي هتلعب وهتاخد فرصتك. هو بس موسيماني زي ما قلت لك كان رد فعله كابتن موسيماني ما كانش يعني كان يتعامل، هو طالع من ماتش مشدود يا فاروق. هو طالع من ماتش البنك الاهلي كسبان بغلطه حارس مرمى وما عملش مستوى زي اللي عمله في ماتش الاسماعيلي. فده وضع طبيعي ان هو يطلع مشدود. فحتى كمان وهو بيدي ودنه للسؤال بتاع الصحفي، تحس ان هو طب ايه انت بتقول ايه يعني فلا هي تمر مرار الكرام يا فاروق، يعني انا مش شايفها فيها مشكله خالص. الا بقى لو هو كان عايز يوصل رساله كهرباء، لا ده انا بص بقى انت طالما بتعمل كده بقى طيب خلاص انا هخلص عليك بقى. يعني هو كان في مشكله ما بينهم قبل كده كابتن، ولولا تدخل كابتن خطيب في الموضوع كان موسيماني كان ليه موقف مختلف، لكن كابتن خطيب يمكن كان ليه يعني موقف مع كهربا في انه يقف جنبه. خلي بالك يعني انت الفتره الجايه هتلاقي في شد وجذب كتير في يعني مع اللعيبه، يعني اللعيبه اللي مش هيلعب هتلاقيه يروبوزه، لان انت دلوقتي عندك لعيبه كتير في النادي الاهلي. وفي لعيبه بتلو بوزه داخل النادي الاهلي كابتن اللي ما لعبوش؟ طبعا في كل حته، مش داخل النادي الاهلي، في كل فريق في العالم مش في النادي الاهلي. الا في لعيبه بتزعل ولعيبه بتبين زعلها، وفي لعيبه ما بتبينش زعل، انما موجود يعني النوعيه بتاع كهربا دي موجوده في فرق كتير جدا. يعني النوعيه دي موجوده، بس هو الرساله اللي احنا بنوصلها يا فاروق هو يعني كهربا لازم يساعد نفسه اكتر من كده. يعني انت دلوقتي يا كهربا، انت المفروض ان انت جبت كام جول السنه اللي فاتت؟ انت فاهم؟ يعني لازم يبقى عنده ارقام مع الفرقه عشان يقدر يتكلم ويقدر يبقى متواجد، لان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا. بعد بيرسي ساو لما جه والنهارده حسام حسن موجود وعمار موجود وكيسوني كابتن وعبد القادر اسف موجود، يعني بقى عندك 5-6 لعيبه في الحته دي موجودين هينافسوك بشكل قوي. فالطبيعي ان الراجل
يعني هو الطبيعي ان الراجل كان يدي لشريف مثلا، هم قاعد احتياطي جايب 26 جول السنه اللي فاتت، هداف الدوري، هداف النادي الاهلي، ما هو مش هي يعني هو لازم هيديله يعني. واحد زي عمار عايز يشوف، واحد زي عبد خالد لازم يشوف. ما هو كتير يا كابتن ان انت ما بتدي بقى ناس يجي اللاعبين الاخرين يقول لك احنا خلاص بعدنا كده، هي دي النقطه. لا ما هو ده بقى المفروض ان دي مش موجوده في النادي الاهلي. لان انت في النادي الاهلي بتلعب بطولات كتيره، صحيح، والمفروض ان انت تبقى جاهز في اي وقت عشان المدرب لما يجي يستعين بيك تبقى قد المسؤوليه. زي مثلا ما عمل مع محمد هاني، محمد هاني كان بعيد قوي جابوا لعيب الماتش اللي فات، ودي فلسفه انا ما اعرفش يعني هو بيعملها ليه يعني. هل هي دي بقى يعني بيقول الناس لا ده انا كل ماتش هعمل لكم بقى مفاجات؟ طب ماتش على دماغك.